اهلا بكم اصدقائي، احنا النهارده جايبين لكم غرغره بتطهر البق وبتخليه حلو، وهي اسمها بي فريش. هو مكتوب بطعم القرنفل، يقوي الاسنان ويحميها من التاكل، يطهر وينعش الفم ويزيل الرائحه التي قد تنتج عن التدخين او انواع المأكولات او الشراب، يمنع ترسيبات البلاق، يهدئ التهابات اللثة والأسنان، يهدئ التهابات الحلق والحنجرة. طريقة الاستعمال: يملأ المكيال دون تخفيف المضمضة أو الغرغرة لمدة 30 ثانية صباحا ومساء. وهي اسمها بي فريش، بي فريش جاب من عند الصيدلية. هي لونها احمر، يعني المية اللي جواها لونها احمر. بتحطيها في مية وتشربيها، تغرغري بيها، تقعدي تعمليها، تتمضمضي بيها. ويا رب اكون قدرت اساعدك وقدرت ان انا اخليها، يعني اخليها مصدر من حياتك ومصدر من الفرح، وقدرت ارسم الابتسامة على وشكم. شكرا ليكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك و زر اللايك واشتراك سبسكرايب، ودوسوا على زر الجرس لتلقوا كل الاشعارات.